السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هشام تيفيري رئيس الهيئة الجهوية لمحترفي الحلاقة وجميع جهات فاس مكناس. فاليوم حنا اليوم في هذه الفورماسيون اللي كاينة بمدينة فاس، بادئ الأمر كنشكروا كل الحضور الكريم، كنشكروا رجال الصحافة، كنشكروا الناس اللي ساهرين على هذه القاعة اللي أصروا أنهم يعطيونا هذه القاعة باش نديروا هذه الدورة التكوينية بالمجان، وحنا الشعار ديالنا كهيئة جهوية هو التكوينات بالمجان. فاليوم الحضور كان من جميع بقاع المملكة، يعني من طنجة حتى القويرة، وارتأينا أنه اليوم يكون هذه الدورة التكوينية في المكياج الشبه الدائم. فشكرا للأطر اللي حاضرين معنا، رؤساء وخبراء ديال الجميل اللي حاضرين معنا اليوم باش يكونوا هذا الجيل الصاعد في إطار الدعم لا مشروط من السونتر ديال مدام حفصي. شكرا جمعية السعادة للحلاقة والجميل، شكرا الهيئة الوطنية للشؤون القانونية، شكرا دائما الناس الصاهرين على هذا القاعة، رئيس مجلس زواغة بن سودة، شكرا السلطات، شكرا القائد ديال السلطات المحلية اللي تهو عطانا يد المساعدة. فالشكر الجميع لكل الصاهرين على هذه القاعة وكل الصاهرين بإنجاح هذه التظاهرة، شكرا للرجال الصحافة أيضا، شكرا الناس ديال النظافة، شكرا لكل واحد اللي ساهم معنا. وهي دورة تكوينية ناجحة بامتياز نظرا للاستراتيجية اللي كنهجوها حنا كهيئة جهوية لمحترفي الحلاقة والجميل. وكنتمناو دائما الشفاء لجلالة الملك اللي دائما كيدعم الطاقات ويدعم المواهب ويدعم الشباب. فشكرا لك جلالة الملك حامل الملة والدين اللي هو اللي كيعطينا دائما واحد الدعم لا مشروط في هذا الميدان. شكرا لك سيدنا وكنقول عاش الملك. أنيسات كاوخي دو لا كوت ديفوار، جو سوي تري كونتونت دو سيت فورماسيون دو ميكرو بليدين. J'espère qu'il y aura encore d'autres formations pour une prochaine fois. Merci beaucoup aux organisateurs, à M. Richam. Je suis Jawad Bougndouf, مدير مؤسسة الحلقة والجميل وعضو في الهيئة الجهوية الحلقة والجميل. شكرا الأخت مدام حفصي ومدام فوزيا على هذه المجهودات الجبارة اللي كيقوموا فيها بالنسبة للفورماسيون ديال الحلقة والجميل. كنعطيو واحد النظرة للمدينة ديالنا، لأن الفورماسيون داس تبارك الله في مستوى عالي، لان الفورماسيون الحمد لله هو كيوصلنا بالمجان. معكم مريم سكريتي مدينه فاس، عندي صالون. مهم، انا فرحانه جدا بهذه المشاركه مع سي هشام والجمعيه، وتبارك الله على مدام فاتحه لانها قامت بلوجيل امريكا، شكرا لها بزاف. صراحة زوين هذا الشيء بزاف، واول مره كنحضر مع سي هشام، تبارك الله عليه. طيبي حفيظ رئيس جمعية السعادة للحلاقة والجميل ومدير مؤسستين السعادة للحلاقة والتجميل. في البداية أود أن أشكر كل من التحق بنا في هذه القاعة بالنسبة لهذه الفورماسيون اللي إن شاء الله دايره جمعية السعادة الهيئة الجهوية لجهة فاس مكناس بقيادة سي هشام تيفيري. فاحنا اليوم جيت سعداء بهذا المنتوج اللي كنقدموا للدومين ديالنا اللي هو الحلاقه والتجميل. فاليوم كانت واحد الفورماسيون برئاسه الخبيرتين الاستاذه فوزية ومدام حفصي. فالمناسبه كنشكرهم على الدعوه اللي جاوا باش يعطيونا واحد الدعم في مجال التجميل فيما يخص بالنسبه للميكروبليدين. فجمعية السعادة والهيئة الجهوية هما اليوم صاهرين على هاد الفورماسيون ديال الميكروبليدين والأتباع ديالو. فاحنا بالدور ديالنا كأستاذ حفيظ والأستاذ هشام، فاحنا رهنا الإشارة للجميع على هاد في جميع المجالات الحلاقة والتجميل. فاليوم الحمد لله في هاد الفورماسيون حاولنا نعطيو بالمجان فيما يخص بالنسبة للميكروبليدين والأتباع ديالو. فشكرا للجميع وشكرا للحضور اللي بالمناسبه نشكر جميع يعني الحلاقات اللي التحقوا بنا في جميع المدن، مدينه الخميسات، مدينه تيفلت، فيما يخص بالنسبه مكناس، فاس. فالحمد لله نظرا للمستوى اللي كتقدمه الهيئه الجهويه وجمعيه السعاده برئاسه السيد هشام التيفيري وعبد ربي الاستاذ حفيظ طيبي. فنشكر مرة أخرى سي هشام تيفيري على المجهودات الجبار اللي تقوم بها لأجل القطاع. بكل صراحة فهو كيعطي كل ما في وسع الجهد ديالو باش يكون المستوى بإذن الله
مستوى لائق فيما يخص بالنسبه للميكروبليدين والاتباع ديالو. للحصه ديال اليوم كانت حصه ممتازه، حصه اللي استفد منها الجميع الحمد لله، يعني الكل كان في واحد كما تنقولوا حنا في واحد الاستفاده كبيره من طرف الخبيرتين لا لاله فوزيه ولا لاله مدام حفصي، فشكرا للجميع. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.